السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كل شي بخير، كل شي هني. كنتمنى نلقاكم هذا الفيديو في أحسن أحوالكم يا ربي، أمين. البنات ما تنساوش من الاشتراك ودقوا على الجرس بيوصلكم كل جديد، ولايك وكومنتر. كي كتشوفوا البنات عندي هنايا الخضار أشكال وأنواع ألوان، يعني واو، مهم لوحة رائعة. كي كتشوفوا البنات عندي هاد الليلة غنحضر لكم واحد صوبة مينيستيرول، المينيستيروني اللي كيديروها الإيطاليين، يعني هاد الصوبة عندهم مشهورة. مي كتسمعي المينيستيرول المينيستيروني كتعرفي بأنها صوبة ديال الإيطاليين. اللي كنحتاجو فيها اللوبيا الخضراء، خيزو والقرعة، وبطاطا حلوة، وبطاطا عادية، البروكولي، والشيفلوغ، والجلبانة، والطماطم المركزة، واللوبيا الحمراء اللي كتكون معلبة، وعندنا الحبق، ولا مهم الحبق، وعندنا واحد النوع ديال واحد الربيع ولا السلطه اللي كيديروهم في الشلاضه، ولكن كيديروا حتى في هاد المينيستيرو. وعاد تما الباستا، الانواع اللي عجبكم ديروا، خصوصا هما كيديروا فيها هذيك الباستا الرقيقه، انا ما عنديش الرقيقه، عندي غير هذيك درتها كثرت بهذيك، والمعدنوس وازير، ونديروا معاه ورقه الغار وشويه ديال الخرقوم وشويه ديال الابزار وشويه ديال المليحه وتويمه وبصيله. يلا باش نبداو على بركه الله. كنردو البنطوله ديالنا ولا الطويوه ديالنا، كي كتشوفوا كنديروا فيها زويته، وكنشحروا فيها البصيله هكا ديالنا، وكنزيدوا عليها هاد الاعشاب اللي كتكون منسمه، ازير، ورقه الغار، يعني الاعشاب اللي بغيتو نتوما ديروه. المهم هكا كتبقاو تحركوا الطويوه ديالكم حتى كتهبط ديك البصيله. والسر ديال هاد الشوربه هاد المينيستيرو هي خص البصله يعني تعسل باش تجي بنينه، الا درتو كلشي ما عاديش هي هذيك. المهم خص البصله ضروره البنات تهبط وتنزل باش يكون يعني المينيستيرو ديالنا جاهز. كتهبط البنات الخضيره ديالنا، كنبداو كنحطو عفوا البصيله، كنبداو نحطو الخضيره مع التحريك باستمرار، التحريك باش ما تسقناش البنطوله ديالنا. كي كتشوف البنات هنايا زدت قريعه وزدت خيزو وزدت البروكولي وزدت معاها يعني الخضر كاملين، الخضره كامله كديريها الا بعض المكونات اللي ما كديريهمش دابا حتى كطيب، ماشي كطيب هاد المكونات، غير كيدخلها الطياب يعني كتحسي بها بانها ما بقاتش يعني قاصحه بزاف. صافي كديري المكونات الباقيه ونخليكم حتى تمت الفيديو. البنات من بعد ما كنخلط دوك الخضر ديالي كاملين، صافي كندير واحد لتر ديال الماء وكنخلي هكا، وكنزيد التوابل باش يعني دوك التوابل ما بغاش نديرهم في الاول باش ما يطيحوش هذا ويتحرقوا. صافي المكون ديال هو الجهد ديالو كيمشي. صافي هكا البنات كندير دوك التوابل ديالي ومن بعد كنسد عليها. كتشوفوا دابا كندير المرق ولا الماء، المهم حتى عندكم شي مرق ديال اللحم ولا ديال الحوت ولا اي مرق عندكم جاهز في الدار كلكم ديروه، كلكم ضيفوا هما كيضيفوا المرق جاهز. انا داك المرق جاهز ما قهوه كيقول لك
فيها الخضر، ولكن الاحسن بلاش اصلا انا كنطيب الخضر. انا مره كنت غير الماء كي كتشوفوا صافي البنات هكا، وكنزيد دابا الربيع وكنخليها حتى توجد، كنزيدها يعني الكرافس والنعناع صافي كنخليها طيب على خاطر خطرها. من بعد عاد كنزيدها هذيك السلطه، كنزيدها الحبق وكنخليها غير شويه طيب وكنحيدها. هنا البنات ملي كندير داك الربيع ديالنا وكندير الحباق مع الطبخ الايطالي، كيدخلوا الحباق بزاف في الاكل ديالهم، سواء في الصوبات سواء مع اللحم سواء مع الدجاج الباستا معجنات، المهم الباستا هي معجنات يعني كيدخلوا فيها داك الحباق بزاف بزاف، ولكن البنات بيني وبينكم كيجي واو، كيجي واعر الصراحه. هكا البنات صافي كنخليها تغلي غير شي شويه، وهي الشوربه ديال المينستروني واجد. ودابا البنات غندوزو الخبز ديالنا المحمص اللي كنديرو بواحد لاصوص، هي لاصوص ايطاليا، غنشاركها معكم الفيديو القادم ان شاء الله. واحد لاصوص البنات كتحمق، واحد لاصوص جد رائعه. المهم هاد لاصوص هادي ما نقولكمش شنو فيها، خليهم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله ونشاركها معكم. المهم البنات كنقطع هنايا الخبيز ديالي وكندير لهاد لاصوص وكندير ليها موزاريلا وكندخلها للفرن. وكي كتشوفوا البنات هنايا كنديروا لها الفروماج، يعني الفروماج اللي كيكون خاص بهاد المعجنات، وكنزيد عليه شويه الحبق باش كيعطي داك المذاق يعني طري وزوين. هكا كانت البنات المينيستيرون ديالي، كنتمنى يكون عجبكم وتجربوه وتنتوما تبقاو تجربوا اكلات جداد. يعني انا محبه الطبخ المغربي، ولكن مره الانسان ينوع ويجرب هكا شكيلات ويعني الاذواق، يعني اكل المغربي لا يعلى عليه طبعا الحال، ولكن خصنا نتعلموا حوايج اخرين ونتعلموا طيب. انا صراحه كيعجبني هكا نذوق اكلات جداد، نجرب اكلات جداد، صراحه عزيز عليا هادشي. المهم البنات نطوش عليكم، الى اللقاء وفيديو جديد ان شاء الله. ما تنساوش البنات الاشتراك ولايك، وخليو لي شي تعليق زوين للتشجيع فقط. الى اللقاء فيديو جديد ان شاء الله.